بداية هذا الفيديو حتكون مختلفة عن باقي الفيديوهات، فقبل ما نبلش أخبار اليوم حابب أتشكركم على دعمكم ومحبتكم. فمبارحة وصلني درع 100,000 مشترك وأخيرا، وحابب أتقاسم معكم هالفرحة. شكرا على ثقتكم، متابعتكم، دعمكم لإلي، وأكثر شيء رسائلكم وتعليقاتكم الحلوة. شكرا من القلب. من بعد ما شاركت هيلا تي في وبشكل مفاجئ فيديو على قناتها على يوتيوب من بعد انقطاع دام 4 سنوات، حقق فيديو هيلا أكثر من 4.5 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوع واحد، والجمهور عم ينتظر عودتها بفارغ الصبر. فشاركت هيلا ستوري على انستغرام بيّنت فيه كاميرا وكتبت ما القادم. فكم نسبة حماسكم لعودة هيلا تي في وشو هي تحليلاتكم لعودتها؟ أما عمر فاروق فرج من جديد كمان ليوتيوب، وهذا بمفاجأة جديدة واللي هي موسم جديد من عمر يجرب، واللي هو رح يكون الموسم الخامس من بعد 4 مواسم ضمت أكثر من 110 تجربة مع أكثر من 450 مليون مشاهدة. فبتمنى عودة موفقة لعمر من نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله. من بعد النقاش الحاد اللي صار بين نارين بيوتي ونور ستارز قبل يومين، اتخذ كل من متابعين نارين بيوتي ونور ستارز مواقف مختلفة دفاعا عن الطرف اللي يشوفوه على حق، ولكن متابعين نارين كان إنهم أدلة أكثر وبالصور دفاعا عن نارين، حيث اللي ظهر بصورهم وتحليلاتهم أن نور ستارز استعانت بمو فلوكس اللي قام بدوره بإعطائها السيتاب الخاص به، واللي أظهره قبل شهرين بأحد فيديوهاته على يوتيوب، واللي بيّن بالصور أنه كان نفس السيتاب اللي يحمل نفس التصميم والألوان وحتى الخلفية والبرامج. هذا ما أكد أنه يعود لمو فلوكس. ومن جهة أخرى بيّن أنه سبب بكاء نارين بيوتي ما كان فقط بسبب قناة الجيمينج، بل بسبب ضغوطات ومشاكل ثانية ما حكت عنها لحد الآن، ولساتها مخفية لحد الآن كمان. فشو رأيكم بالموضوع؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وبالحديث عن نارين بيوتي، فشاركت أول فيديو على قناتها الجديدة على يوتيوب الخاصة بالألعاب باسم نارين جيمينج، واللي أظهرت فيه السيتاب تبعها الجديد اللي صار لها شغالة عليه لعدة أشهر، من أفكار لتصميم لترتيبات. فألف مبروك لنارين بيوتي.